اهلا وسهلا بكم في صبرا يار. الطقس بدا يبرد والاحتجاجات الاجتماعيه بدات تسخن يا جماعه. وي قال لك ثم برشا احتجاجات سجلت في المده الاخرى وسط ربي روا. ماكم تعرف هذا ديسمبر وجانفي الامور تسخن شويه عندنا روا. مش اول عام روا. ماهو الشعب التونسي يسخن ياسر في البروده. لا يحتاج لك لا في ربيع لا في صيف لا في خريف. الشتاء يجي ونار اعطيني بتاعي تتحير عليه. التونسي روا اسمع يصبر عليك روا ثلاثه فصول روا ثلاثه فصول برك. يجي الشتاء ولي خويا يحب يخرج يجني هكا يطفي عليك الضوء من فيفري الماي. يعمل لا عين رات وعين ما راتش من جوان لسبتمبر يدق عليك الباب اكتوبر نوفمبر ديسمبر جافي خويا يقول لك اسمع راجيك وجبت خويا من الفلاقه راهو للاستقلال لاحداث الخبز للثوره للطوفان الاقصى كلها في البرود خويا باب. ما جاتنا كان 25 جويل يا صيفي يا اخي انا خرجنا الكلنا صومونش ولذا هاي او في بالكم انت وراه الامور بدات تتحرك وربي يستر خويا ربي يستر للبلاد والعباد. تحبوا حتى بالارقام هاو عندي رواه. جبت لكم بالشيفروات بالشيفروات اي راهو راهو الحساب ما يغلطش رواه. تحبوا بالاحصائيات عندي هاي خويا. قال لك خويا شهر اكتوبر اللي تعدى خرجوا فيه 180 احتجاج وفي شهر نوفمبر اللي تعدى خرجوا فيه 216 احتجاج. ولا اعلم عاد خويا ديسمبر وجانفي هذا فين باش ترسي يا ستار ربي والله ستار ربي كاوي. قال لك ثم شويه احتقان اجتماعي. ثم المواطنين متوترين والمسؤولين ماهمش لاهين فقر وبطاله وغلاء اسعار ونقص المواد الاساسيه شبيك راهو هايج ما هايج راهو ولا ربي يستر راهو. او قال لك 216 احتجاج في شهر نوفمبر يعني بمعدل 9 احتجاجات في كل ولايه راهو مش شويه بابا راهو. تبوا حتى بالترتيب عندي راهو عندي ترتيب الولايات راهو. جبت لكم ترتيب البطوله الوطنيه للاحتجاجات جبته من موقع الصباح راهو مش من راسي مش من راسي. هاي سيدي باش نمد لكم خويا. ما اسمع عاد تغلط راهو دبر روسكم. شهر نوفمبر هذا يا عندك ولايه المنستير متصدره الترتيب في المرتبه الاولى ب 51 احتجاج تليها في المرتبه الثانيه ولايه قفصه ب 36 احتجاج ولايه تونس كذلك حاضره على البوديوم ب 30 احتجاج وبعد نلقاو التطاوين والقصرين والباقي احتجاجات وتحركات مفرت على باقي الولايات. نزيدك رواه نزيدك لا تحب نزيدك نزيدك. نوفمبر وحده عندنا 41 اضراب و 35 اعتصام يعني الاوضاع الاقتصاديه باركه وزيدوا انت في العداد 41 اضراب و 35 اعتصام يعني شوف حول الله ما ثم كان الخير والله العظيم. هذاك شو يقول بنادم عاد شبيكرا الامور ما تعجبش برجولي راهو. اي مش هذا نرقدوا وبعد نقولوا الاحتجاجات منين. قال لك دكاتره تخدم في القهاوي والحظاير راهو. اي الخدمه مش عيب اما عادي راهو تدخل المطعم يصير بيك دكتور تو تطلب كابيسان يجيبها لك استاذ تاريخ وجغرافي تو هذه بلاد هكا تشجع العلم والتعليم. دكاتره راهو تاع كل اللي قرايه تونس الكل راهو ما لقاوش خدمه خويا باش عيدهم. بجاه ربي تصور انت تحل التلفزه وتلقى دكتور يتشكى من البطاله وانستغرامرز تقول لك ندخل في الشهر 20 مليون. دكتور مادي عمره قرايمه وما عندوش حق عشيه وانستغرامرز تبلحت في وجهه بالبماضه الدبر قالت لك 20 مليون في الشهر. مازال انت مازال عندك وجه باش تدور لولدك ولا لبنتك وتقول له اقر على روحك باش تنجح في حياتك تتولي تضر فيه انت وقت الكل هاجم البلاد كان الدكتور ما لقاش قدره ايش يقولوا على الباقي عاد حاسلو وضعيه نتاع ربي يقدر الخير وكاهو. ان شاء الله غدوه خير والتوانسه خير وما ترى منا تونس كان خير وانا هاني صابر وبرا.